فرانس جريت جوينر طبعا رحمة الله عليها، الأسطورة المتوفاة طبعا كانت الأمريكية صاحبة رقم القياس العالمي في سباق ال 100 متر عدوا للسيدات منذ سيول كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأولمبية 1988 10 ثواني 49 بدأ جزء من الثاني. لازم الجمهور يهدى ولازم الإبرة ترن دلوقتي. إذا انطلاقة صحيحة وقوية 100 متر عدوا للرجال بسنت حميدة. مصر تتفوق، مصر تتفوق، الذهب مصري، الذهب مصري، الذهب مصري، بسنت حميدة